وراء الكرة الأولى لفريقه لما سدد في أحضان سمير النفزي. وحتى أوزاجي غادر بعد ربع ساعة ودخل مكانه إيزيجي. الله يتعرض إلى إصابة على مستوى ساقه اليمين، وبعثناه عمل صورة بالأشعة والحمد لله لاباس. نحينا الخضر يعني ما عندوش تكسيرة. خرج جونيور ودخل فيكتور لكنه ما استغلش تمريرة بوكون وبشل في رفع الكرة بالحارس في الدقيقة 34. بعدها بدقيقة يرد عيسى سانوغو بالراس والكرة سيرة في أحضان عادل النفزي. الأولمبي الباجي خذا اللعب في هالدقائق يتحصل على مخالفة. بودبوسي نفذ الكرة تلمس الجدار. سانوغو يواصل عملية يخطئ المرمى. لكن بوكفير يرجع للمخالفة ويصفر لمس يد ضد الإفريقي. بودابوس في هالمرة يجمع بين الدقة والجمالية ويحط الكرة في الزاوية 90 ليكون الهدف الأول للبجية في الدقيقة 39. الافريقي قبل الهدف لكنه ما خرجش من المباراة، والدليل التعديل اللي جاء بعد 3 دقائق. يوسف المويه بيسدد، منعم الدربالي يحول الكرة للركنية. هالركنية ينفذها وسام بن يحيى، ورأسية الزواد يلمسها أكرم بن ساسي قبل ما تدخل شباك سمير نفسي. من وليد الهشري شوف وزهير الزوادي. الافريقي رجع في النتيجه بفضل هجومه، لكن اخطاء دفاعه كانت تكلفه هدف ثاني لو احسن سانوغو استقبال كره بودابوس في نهايه الشوط. الشوط الثاني دخل الافريقي باكثر اندفاع واستغل حركيه بوكونغ لاحداث الخطوره من اليمين. في مره اولى ايزيجي يوزع، بوكونغ يحضر بالراس لكن تصويبه الذوادي مشات عاليه. في مره ثانيه بوكونغ يوزع على رأس فيكتور إيزيجي والرأسية سهلة عند حارس المحلي. لقطة الشوط الثاني صنعها عادل النفزي في الدقيقة 69 لما أوقف كرة الدربالي الرأسية وحرم فريقه السابق من أخذ الأسبقية. نهاية المباراة بالتعادل الإيجابي، تعادل ما يخدمش مصلحة الإفريقي في الملاحقة وما يغيرش كثيرا من وضع الأولمبي الباجي في الترتيب. كنا حابين على 3 نقاط لكن نتصور نقطة إيجابية خاصة في الظرف هذايا للمعنويات. بون الحاجة اللي يمكن فرحتني المقابلة هذه اللي رجعت الروح للفريق. كنت ترجع الروح بحول الله ما فهمش شيء صعيب. فما حاجات أريكت فيه، حاجات يلزمنا نصلحوهم، يلزمنا نخدموا أكثر، لكن نعتبرها نقطة إيجابية خاصة للمعنويات. إذا نشوفوا الروندمون تاع الفريق وما نقدروش ما نكونوش ساتيسفي بأن بوان الحق. بالنسبه للروندمون نظن ليكيب عملت سيني رياكسيون باهيه بعد الماتش اللي تعدى. هنا في ليسونسيال دي جو كانت الاثاره، كانت العزيمه موجوده، خلصت التسديد، وهذا واش يعمل الفارق بين لي زيكيب اللي يربحوا لي ماتش على الاكستيريور كي تجي اوكازيون تحاول الاولى تدخل، من بعد يتبدل الماتش، كي تضيع واحده وتونكيسي ومن بعد ترجع في سكور وتزيد تضيع صد ديال ديفيسيل. ونبقى ترافاي ان شاء الله باش لي بروشين زوكازيون باش نماركوهم. فوالا خويا. باهي نعطيو النتائج الكاملة بالنسبة للجولة الثامنة اللي ناقصة مباراة بين نجم الراي الساحلي الملعب التونسي تلعب نهار الأربعاء إن شاء الله. إذا النادي الراي الساحلي نهزمه من نادي المزاد 3 سنين، فوز تعادل ترجمة